وأكيد وصلنا لمساحات بالصناعات التقليدية وإعادة التدوير. صحيح زينب، وصلنا أكيد لمساحة رح نتعرف فيها على أفكار جديدة ممكن خلالها نحن نرجع نعيد القلق لأي قطعة كانت عنا بالخزانة يمكن قديمة شوي أو ما بقى لبسناها يمكن نتيجة أنه ما نجددنا نحن فيها. هذا الشيء كله رح نتعرف عليه مع السيدة إيمان قوشحة أكيد، وهي مهتمة بإعادة تدوير الأقمشة ضمن مجموعة إبرة. أخي تسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك، يعني جايبتي لنا كثير من النماذج اللي مشتغلتيها، أول شيء احكي لنا كيف اجتك فكرة إعادة التدوير وإمتى بدأتي وكيف شو هي القصص اللي إعادتي تدويرها؟ هي الحقيقة الفكرة بلشت ببساطة، يعني إحنا مجموعة سيدات بهالفترة بالأزمة قبلها من 2013 تقريبا بالأزمة، يعني بتعرفي الظروف وقتها، فطلعت معنا هي الفكرة انه بتقدر اي وحدة فينا من اي شيء عندها تعمل شيء بيفيدها بالبيت او يعني بتجدده وبدون ما تشتري او تتكلف. والحلو فيه انه بعدين كبرنا، يعني كنا نحن شيء 6 سيدات تقريبا او 4 وكبرنا، هلا صار العدد يعني بحدود 80، بس نحن ما بنتواجد كلياتنا بنفس الوقت، بس ايه وكل ما اي سيده بتشوف الشغل بتشوفنا بنحكي عنه فبتنبسط وبيكون بده يكون عندها الشغف طبعا فبتنضم لنا. نحن بنلتقي بمركز ثقافي مشروع دمار كل سبت من 10 ل 12، واللقاء مجاني طبعا، اي سيده بتحب هالقصص هي اهلا وسهلا فيها. حلو كثير، يمكن كمان هي الشغلات بتشجع سيدات اللي ما عندهم مورد مادي انه ممكن يطوروا بشغلات وممكن يبتكروا شغلات جديده من اقمشه عاديه وشالات تصير. تفضلي. هو الحقيقه بحر، يعني انا ما كنت، انا مدرسه لغه انجليزي، يعني ماني بهذا المجال ولا بحب الخياطه ولا بعرف خيط، بس يعني عندي نظره فنيه وبحب بهالقصص يعني، فتعلمت رحت وتعلمت وهي يعني كانك عم ترسمي على بالقماش او عم ترسمي على القماش تمام، وفي اي فكره عندك اياها بتجسديها على القماش. والاشكال يعني، وبصراحه هلا مثلا اذا بدي احكي على الشيء شغلته، في شيء صحيح تعلمنا المبادئ الاوليه منهم، بس بعدين من النت يعني تفوتي على النت بتصيري تفهمي شو تشوفي. انا قبل كنت ما اعرف يعني شوف قول لا صعب لا كذا، بس هلا بعد ما عرفت التقنيه لا صرت اعرف اي شيء شوفه انا يعني حط من عندي لمساتك الخاصه. اي قماش فيها ست البيت؟ يعني هلا حضرتك انت فينا نقول يعني ست بيت وايضا ام عامله كمان فينا نقول، فينا نقول جماعه اثنين، لكن حبيتي هذا الدومين كمان لزياده الدخل ولا اثبات يمكن شيء معين حبيتي تعملي. طب خلينا نحكي عن القماش هلا. ايه واللي ما شايفينه هلا بيرجع لذوقك، بيرجع لذوقك ولنوع القطعه اللي انت حابه تساويها. لا مو اي قماش، يعني مثلا المفارش اللي هي بدها قماش الشيفونات هيك الرقيقه، المخدات مثلا لا بدها شوي اسمك تكون قويه يعني مشان تتحمل. ممكن نشوف قطعه هيك يمكن. هلا تفضلي فرجينا قطعه مشان هلا مثل هي عباره عن مربعات مربعات ومخيطه، وشغلنا طبعا كله مثل ما بتعرفوا بابره وخيط، نحن مجموعه ابره وخيط يعني ما بنستعمل مكنه ابدا. ونحن يعني من شروط العمل معنا انه ما بنشتري، ما بيصير نشتري، بناخذ من بعض. وهي مو شرط تكون قطعه قماش مستعمله، ممكن فضل، ممكن زي من عند خياطي، من عند معمل، من عند كذا زايد منه. تمام لانه لازم كمان ما تكون القماشه، لازم تكون قماشه قويه يعني مشان تخدم. وبتشكليها هي هلا دخلنا الكروشيه كمان. والمميز بالشغل تبعي انا حبيت انه القطب، يعني قطب التطريز، يعني اذا بتلاحظي هون مبين واضحه
تنويع بالقطط، وهو يعني تراثنا، تراث السيد، مو بس السيدات السوريات يعني السيدات بشكل عام يعني. نعم، هلا هي يمكن إعادة التدوير سالي بهي المرحلة اللي عم نمرق فيها كثير مهمة، ما عاد ست البيت كبت شيء، كله فيها تستفيد منه. في أفكار معينة أنت يمكن حبيتي أنك تشاركيها مع السيدات الثمانين اللي معكم، عم تتبادلوا أفكار من بعض، ممكن في قطع عم تزبط معكم عم ترجعوا تعيدوها بأكثر من قصة؟ هو هيك هلا مثلا مثل هدول مثل اللوحات الزخرفية أو ايه يعني وحده مثلا بتساوي مثلا انا ساويت هاي المخده حلوه عجبتهم بعلمهم اياها، بعلمهم كيف طريقتها بنساويها. في سيده بتعمل دمى قماشيه حلو كثير، هدول اللي كانوا ايام زمان خيطوهم تمام، فهي اجت علمتنا. سيده لها مراء بالتطريز، هي نحن ما كنا بنعرف، اجت علمتنا. يعني هيك الشغله حبيه يعني هيك حب. و يمكن مثل ما قالت زينب هلا ست البيت ما بقت كبشي اصلا، ما عاد في مجال الكبشي، وخاصه ايه في ظل يعني هالظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها، وممكن هي تزين بيتها من قلب بيتها، يعني من شو عندها ممكن هي تزينه ايه ويطلع حقيقة. حلو. قديش كمان حلو انه نستثمر هدول الشغلات، حتى مثل ما قلتي لعب الاولاد كثير صارت غاليه، يعني بنروح على المول بنشوف زينب لعب الاولاد باسعار خياليه، والولد بينبسط باي لعبه، فقد ايه كمان مهم هدول القصص. السبت الماضي مدري اللي قبل ده يعني فعلا جابت راس لعبه اللعبه العاديه ايه، ولبسته فستان ايه، وعملته مثل تبع مسرح العرائس، فكره كثير حلوه. وهيك حطت له يعني عملت هي في شيء، حطت هالقماشه وكذا، عملت شيء جديد لعبه، فعلى اساس هي بدها تعلمنا اياه. وهي سيده فوق السبعين عمرها، هو حلاوه تجمعنا انه اعمار نحن مختلفه، فئات مختلفه، انتماءات مختلفه، بس كلنا بنزبط مع بعض. بيجمعكم الهيدا، بيجمعنا الشغف، الخياطه والتطريز وال نعم. يعني خبرتينا انه انتم 80 سيده تقريبا، تقريبا تقريبا، والباب مفتوح لاي سيده حابه تتعلم. بس اعطينا تفاصيل، لانه انا واثقه انه كثير من السيدات حابين انه يخوضوا هي التجربه، مثل ما قلنا خاصه انه ببيتها الست يعني بتعرف بيتها شو مزوقه ببيتها، فهي أيوة. ممكن تعيد تدوير اي شيء موجود عندها. تمام تمام، ايه مثل ما قلت لك نحن بتجمع مشروع دمار المركز الثقافي، وما عليها غير انه تجي يعني من 10 ل 12 موجودين، وبس ابره وخيط يكون معها. ومبدئيا نحن يعني من إلا شو يعني هي البدايه بمربعات. هلا في ناس ما بتحب المربعات وبتقول انه يعني مملين وهيك، بس لا، هن الاساس، هن اللي أكيد. علمونا انه كيف بقى نطلع. فلازم تتعلم كيف تشتغل بهالمربعات، كيف تشكل الابره والخيط، تمام، ايدها تتمرن، وبعدين هي بتنطلق، هي حره وتعطينا افكار يعني. نعم، يعني يمكن حكيتي نقطة كثير مهمة انه هن الأساس، هن اللي ممكن نحن نستفيد منهم، وأيضا ممكن هن يستفيدوا منا، يعني هي عملية تبادل بالخبرات وتبادل بالأذواق. ممكن حدا ما يحب اللون مثلا الموف، بيحب اللون الأحمر أحيانا، قد ايه كمان مهم نحن انه نتقبل أيضا بعض، ما نعطي تعليمات بقدر ما انه نحن نستفيد من لا لا بعض. اي تمام فعلا، لا حلو. وبعدين كيف يعني في وحده مثلا عندها هذا اللون، عندها قماش من هذا اللون هي ما بتحبه، بتجي بتقول انه انا ما عندي كميه، بتجيبها بتحطها اللي بده ياخذها، يعني ما في حلو، ما في تدقيق على هي القصص، بالعكس بنحب نجيب لبعض. من في وحده بينقصها، بتكون عم تعمل قطع بينقصها لون، بتقول انه انا جيبوا لي هالقطع، بيجيبوا بكل محبه يعني. يعني هو والقعده اللي بنقعدها والاجتماع بنجتمعه كثير حلو على فكره، بنقعد بنحكي، صرنا رفقات مع انه ما كنا بنعرف بعض، وكل وحده بتحكي يعني انه ظروفها وكذا يعني وحتى عملنا رحل مرتين، طلعنا حلو. ايه طلعنا صار رحل، صار في شيء اجتماعي من خلال اعاده اجتماعي. التدوير. ايه. اخيرا مزايا اعاده التدوير، قد ايه اليوم من خلال تجربتك تغيرت كثير نظرتك لكثير امور، يمكن ما عاد اشتريتي شيء، كله عم تعملي بايديكي هلأ؟
ايش يعني عم بعمل بايدي. ايه بس شوفي على فكره يعني لا يستهان، لا تستهينوا بهذا الشغل، الشغل هذا متعب. هو صحيح حلو، واذا الواحد هو ما بيحبه وما عنده شغف ما بيقدر يشتغل فيه، ولازم يكون مؤمن فيه. يعني هلا لسه بمجتمعنا ما فهم كثير على فكره، انا هيك ملاحظه، وحتى بالبيع وبالشراء يعني هو ما بنقدر نعتمد، ما بقدر اقول لك انه هو ايه لسه ما اخذ مدى ساعد اقتصاديا. هو شيء تراثي، هو شيء على فكره هو فن بحد ذاته يعني. فانا بتمنى احدى امنياتي انه هو ينفهم اكثر ويرقى اكثر، لانه هو راقي، هو شيء مهم. نعم شيء مهم. نعم يعني نحن اول شيء بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، وهيك دائما تجتمعوا هيك كعائلة، كلمة عائلة مثل ما قلتي، يمكن صرتوا رفقات ما كنتوا بتعرفوا بعض، جمعتكم شغلة بتحبوها وأكيد شغلة مفيدة. إن شاء الله هيك السيدات اللي حابين ينضموا لكم يكونوا أخذوا فكرة عن الموضوع ويكون عندهم محبة لأي شيء بدهم يعملوا. نحن بنشكرك كثير كمان على وجودك، بتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله اعاده التدوير تصير من الصناعات المهمه بسوريا ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم حبيباتي، وان شاء الله بتمنى يعني يجي عدد منيح، واهلا وسهلا فيكم. هلا خلال هاللقاء دعينا كل اللي حابب يتعلم اعاده التدوير يزوركم بمشروع دمر. اهلا وسهلا حبيبتي.